حيا الله شيخ خالد. يا مرحبا والله، تشرفت والله بمشاركتك. لب عينك والله العظيم، احنا اللي تشرفنا وحنا المبسوطين. جزاكم الله خير. يقول لا صار لك مع الحلاوة تجارب تنساها لشفتها الحارب. الله يسلم عمرك. أبي شوف مخرجنا بيحط الكاميرا الآن على الحجر. أنا ودي تشوفه في الشاشة وتشرح لنا بناء على اللي تشوف. أبشر يا تفضل أستاذ عوض. طبعا هذه حافير ومتحجرات كانت يعني حياة اللي هي الأشجار هذه، طبعا أشجار متحجرة اللي في الزاوية شجر متحجر. اي شجر متحجر عجيب. أكيد أن الحياة السابقة طبعا قدروها الجيولوجيين اللي هي عمرها هذه تقريبا قبل 140 مليون سنة. الله. اي نعم. خالد معليش يعني عشان يعني احنا كلنا عمارنا 60 سنة، كيف عرفنا انها 140 مليون سنة؟ هذا العجيب، ها اسأل اهل العلم. اي والله، ونحن لازلنا نتعلم منهم زي يا سلام. الجيولوجيين دول على راسهم خلنا نذكره، يستاهل البروفيسور والدكتور عبد العزيز العبود الله يذكره بالخير. ونعم ونعم ونعم. استفدنا من حديثه، مشاركته في تغطياته اللي هي في البر، لبسه الرياضي، عمامته العربية، كلامه ما شاء الله. يعني أنا استفدت من حقيقة، تكلم عن الأرض وتكلم عن ثروات الأرض الوطنية مثل الغاز والبترول وله موقعه ولهم إيه تكلم إيه له مواقع سابقة، تكلم عن الأحجار هذه. يعني استفدنا منها الله يذكره بالخير، هو ومجموعة. يعني أنا نوجه تحية ل حبيبنا الغالي عبد العزيز العبونة، صلى الله عز وجل أن يسعده في الدنيا وفي الآخرة. يا جماعة الخير، يعني أشخاص يبذلون وقت وجهد ومال حتى يبين للناس عظمة هذا الخالق سبحانه وتعالى. نعم. أنا بعطيكم معلومة يأيدني خالد ولا لا. الحجر كيف أعرف مدة وجوده؟ أحيانا فيه علامات معينة. يا سلام. يكون لها مثلا قياس سنين، وهالقياس هذا يعطيهم في كم عدد السنين. نعم. وإلى ما أدري شنو لها. نعم. طريقة. والعجيب كيف تحجر، يعني الإنسان متى توف، إلى الإنسان اللي طلعوه في العظام يعرفون متى مات. نعم، لأنها مغمورة في ترسبات ومرت عليها تعرف يعني فترة زمنية كثيرة، وتحولت وأخذت الشكل نفس الشكل لو تلاحظ اللي هو نفس شكل الأخشة ما تغيرت. طيب بسك سؤال شيخ خالد، ايضا ترى فيه انواع اخرى ترى غير الاخشاب. البحريات. البحريات هذه اخشاب زي ما قلنا، اشجار. هذا اللي ورا قصدك اللي هناك البروز الاسمر، هذه مجموعه طوارة. بحريه صغيره حطيناها في ديكور للحفظ وكذا. أيه جميل. مجموعه. اي طيب هذا انتهت اللي عليها اللقطه، نروح لغيرها. اللي تبوني بالله تعال في الوسط يا سلام، الوسط اللي هي بداية. طبعا جبنا ثلاث أنواع بس اللي هي الـ 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 الأخشاب. أيه. والمحار، هذا تقريبا المحار لو اللي عند لو قرب المخرج المحار. عشان هذه ثمار، هذه ترى يا أبو عبد المحسن. وين اللي ثمار؟ نقوم معليش. إيه جميل قم بس بيدك بيدك بدون إيه. طبعا هذه حطها تحت. ايوه ارجع شوي له يا ابو. ايوه اشرحها يا ابو. طبعا هذه تعتبر ثمار اشجار متحجره. ثمار. نعم. إيه هذا لو لاحظ من اللي هي الطبقات والقشريات اللي عليها واضح. معليه يلحق الكاميرا. معليه اضرب معليش. هو يلحق انت خليك بس. ايه هاي ثمار الان. اي نعم. وش نوعها تقريبا؟ زيها زي الأنواع البحرية، يعني زي الأمونيات. الأمونيات منقرض الآن. مهم منقرض يا جماعة الخير. اللي هو الأمونيات الآن. أنا افتكرت موجود. العجيب أنه منقرض. طبعاً يمكن أشجار كانت قبل زي ما تكلمنا هذا، عطوها ملايين السنين. ناس قالوا قدروها 150 إلى 200 مليون سنة. يا سلام. طبعاً هذا تقدير العلماء وأهل
الأرض والجيولوجية ثمارة متعددة. أيوة هذا المحار. هذا المحار طلعوها له المحار على أساس يشوفونها. شوفها يا خالد شوفها شوفها يا سلامي. هذه المحار طبعا هذه المحار تجي من جزئين طبقة علوية وسفليها طبعا هذه وانت تشرح ناظر الشاشة اي طبقة نعم وهذه أيضا بشكل مختلف لو نلاحظ هذه ايش جابها في الصحراء يا ابو كانت بحر يقال انه بحر اللي هو تلاشى وانتهى له البحر هذا هل ممكن يكون غرق قوم نوح بعد الطوفان وكذا أيه. الله اعلم لكن لا كان بحر ممكن ترى لا ها كان بحر لا. موجود نعم بحر والدليل على ذلك المحار هذا طيب اي هذا ايش نتكلم عنه ابي اتكلم عن الفيل الوسط ذي كم اخذت وقت منك تعال على كلمه بدايه يا استاذ عوض إيه؟ استريع ابشر كلمه بدايه يا استاذ عوض هذه ما شاء الله تبارك طبعا الله. هذه ابو عبد المحسن ولا يهون الحاضرين والمشاهدين هذه تعتبر احجار بركانيه لو تلاحظ من تنقش عليها يطلع له اللون الابيض هذه تعتبر اعمال فنيه سويت الكثير منها وهديت منها الكثير وانا مستانس ومبسوط يعني بيض الله وجهك هذا دل على كرمك والله وطيبك لكن كم اخذت وقت منك والله ما تاخذ وقت يعني يمكن ساعه اخذت ساعه في ساعه هل انت ترسم كلمه بدايه قبل ثم تنحتها والله اخطها كذا ويعني تقريبا بس اوفق احيانا يعني لكن اتمنى اني طلعتها يعني زي ما ترضي يعني المشاهد وكذا لا اللي جايه حتى نفس شعارنا بالضبط اي نعم اي ما شاء الله تبارك حطيت الله حطيت اللي هو النخيل على اليسار طيب لو شيخ خالد واحد مثلا يبي ينقش اسمه على حجر نقشت اسمه اي نقشت اسمه تكلفتها عاليه ولا معقوله لا ابدا لا مجانا ما في مجانا ما في مجانا إيه؟ شوف قضيه مجانا ما نبي كم تكلف ما والله ما عمري بعت لا اذا سوى لا بعت احجار ولا حتى اعمال فنيه والله ما فكرت التفكير انا اشتغل بالعكس زين الانسان يصير عنده مصدر رزق صحيح والله يعني والله انا والله يا ابن مهدي لكن نقول ان شاء الله الفكره ان شاء الله بعدين ان شاء الله ان شاء الله خلاص من الان ثبتها ابشر اللي يبي شيء حجر كذا منقوش عليه اسمه ولا عليه ولا بيهديه لاحد ولا كذا ابد يتواصل مع خالد والله. ويزبط له عاد وانتم لا تقصرون اتشرف والله اتشرف ايه. في شيء لك على تويتر ولا على انا اللي عندي حساب في تويتر اعرض طبعا اللي احصله انا طبعا هاوي باحث الحافير وايضا اثار اللي هي المنطقه منطقه شدير يا جماعه الخير اللي هي اثار اللي هي زي المنشآت والحجريه وهذه وال اثار تعود للعصر الحجري هذه مهتم فيها ابرزتها في تويتر جميل. ايضا العصور الوسطى او العصر البرونزي مثل النقوش الثموديه وغيرها وثقتها وصورتها لقيتها إيه نعم وفي اثار في الفتره الاسلاميه ايضا وثقتها وشاركت فيها يا سلام ايضا اثار خلينا نقول من لها 500 سنه الى 70 نقوش وكذا وثقتها وصورتها ونزلتها في تويتر يا سلام كل العصور مرت على المنطقة زيها زي جميع يعني المناطق اللي والله يبيض مملكتنا الحبيبة والغالية الله يحفظ لنا قطعة من سيف ولا شيء في محل مغازي قديمة يلقاها أيضا الحاجات الدقيقة الأحجار السماوية الأحجار الكريمة خالد مسك سؤال سم أغلى حجر عندك وش والله تقريبا يعني كلها غاليه لكن عندك ايه؟ انا عندي اللؤلؤه عملاقه هذه محتفظيها وغاليه عندي انا اعتبرها غاليه ما افكر في القيمه ما فكرت ولا يخطر بالبال والله يا جماعه الخير يشهد الله بشيء انا احتفاظي فيها وتفرجي فيها وضيوفي يتفرجون هذه تسوى الدنيا وما عليها اقول الله يبيض وجهك يعلم والله المداهم
المدافن هذه اللي هو المنشآت الحجريه هذه يا جماعه الخير ما بكل مكان في اسدير المدافن اللي هي مو بالمدافن هي حصى مركب حصى مركب اي اللي هي المنشآت الحجريه منها المديلات يعني فيه مدفن تحت خشم الحصان تعرف هذا معروف تحت من جهه الشماليه هذه عندكم هناك يا ابو سعود موجوده في كل مكان وهي مدافن قديمه عاد اي نجد كلها كلها تراها تعود العصور قديمه والدوائر هذه الحجائر نعم نعم الحجائر هذه هي هذه قديمه هذه احتاروا فيها في عمرها الزمني والتاريخي ناس يقولون مثل مراسيم ناس يقول عجيبه عموما انا اللي اشوفها انا اشوفها يعني اشياء منها سكنه يعني سكن يا سلام لدرجه حتى جنبها نقوش ويحرصون الاوائل اللي هي خلينا نقول في العصر القديم العصر الحجري ينقش جنب بيته يا جماعة الخير وجهه جاضح جاحظ العيون هذا أظنه رمز وإشارة لحفظ لحراسة المكان والمنزل أشياء كثيرة قل سيروا في الأرض وانظروا كيف بدأ الخلق يعني أنت تمشي في هالبر وتتعجب أنا أقول الأستاذ خالد اللي يبغى معلومات أكثر وأكثر يروح لحسابه ويقرأ يلقى الحافير ويلقى بيلقى اللي كل اللي يبغاه